تخيل لو في مهندس جاب رمل وزلط واسمنت وحط عليهم شويه ميه وقلبهم على بعض وبنى عماره بدون ما يكون عمل اي تخيل للمبنى ده في دماغه، بدون كمان يكون خرج التصور ده الى ارض الواقع على هيئه رسومات هندسيه او ماكيت للشكل النهائي للمبنى. يبقى بالتاكيد لو المهندس ده موجود يبقى هو اللي بنى العماره دي. حبيبي الف تسلم. لان المفروض المهندس اول ما بيتعرض عليه مشروع اول حاجة بيتخيل شكل النهائي للمشروع في دماغه، وبعد ما يتخيل ويرسم الموضوع ويصممه فعلا في دماغه بيبدأ يخرج التصميم ده على ارض الواقع على هيئة رسومات هندسية، وبعد كده بيبدأ يصمم اللي موجود في الرسومات دي على ارض الواقع. بس المبنى الكبير قوي اللي احنا شايفينه على ارض الواقع ده كله بدأ من فكرة في ذهن المهندس، وهي دي العادة التانية اللي هي begin with the end in mind، او ابدأ والنهاية في ذهنك. بقى المهندس يعمل كده مع الرمل والزلط والاسمنت واحنا ما نعملش كده مع مستقبلنا؟ يعني الاولى بينا احنا كبني ادمين بدل ما نمشي كده وخلاص وعالم هنوصل للهدف ولا لا، لازم نغير طريقة تفكيرنا. يعني بدل ما بنحط الخطة عشان نوصل للهدف، لا احنا هنبدأ بالنهاية، هبدأ بالصورة النهائية وتخيلها وبعد كده احط خطوات اللي هتوصلني للهدف ده. فلما توصل للنهاية كده في ذهنك وتتخيل نفسك بعد ما بتوصل لهدفك هتبقى عامل ازاي، مثلا حد عايز يبقى راجل مشهور وعنده فلوس كتير، فتخيل نفسه بقى الكاميرات عدسات الكاميرات بتصوره وعنده اسطول عربيات مستنيه وعنده شاليه هنا وشاليه هنا وفيلا هنا وفيلا هنا. فكل ما تخيل نفسه في الهايلمان ده هيبدأ يوجه كل طاقاته وكل تفكيره وكل امكانياته تجاه الهدف ده. كل ما دماغك تبدأ تنصرف عن الهدف ده كل ما تفتكر الصورة اللي انت حطيتها في دماغك هتبدأ تروح للهدف ده على طول. فكل حاجة بتبدأ بالتخيل، يعني كل الاختراعات العظيمة والثورية اللي احنا شايفينها دلوقتي هي بدأت من فكرة، واللي فكر فيها اكيد ساعتها قالوا عليه مجنون. يعني مثلا فكرة الطيران هي بدأت من دماغ حد كده عايز يطير زي الطيور زي العصافير، بدأت مجرد فكرة في دماغه اشتغل عليها وناس بعد كده كملت واشتغلت عليها لحد ما وصلنا للطيارة. في مقولة كده بتقول بالتخيل يمكننا الدخول إلى عوالم لم ندخلها من قبل ولكن بدونه لن يحدث شيء. فلازم تدرب نفسك على الموضوع ده، يعني في بداية يومك تخيل يومك هيمشي ازاي. عارف ان مصالح الناس هتقف، ان في ناس تانية في البيت وان الحمام ده مش بتاع لوحدي ومش معقولة الطريقة دي، وجبت لك فلوس القسط وناقصين 2000 جنيه، وادي الجزمة البني. يا ريت بقى ما نتكلمش مع بعض خالص النهارده لحد ما تتعب بالليل، ممكن؟ يعني وانت رايح الشغل تخيل ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك في الشغل، وتخيل ايه العقبات اللي ممكن تقابلك، وحاول تشوف لها حلول عشان لو اي حاجه من الحاجات دي قابلتك يبقى انت جاهز على طول بالحل. علماء علم النفس بيقولوا الاحداث بتحصل مرتين، مره في مخيلتك ومره على ارض الواقع. ولان المهندس بيخرج اللي في مخيلته واللي في عقله على واقع ملموس اللي هو الرسومات او الماكيت بتاع العماره او المبنى، انت برضو خرج حلمك على هيئه حاجه تقدر تمسكها. يعني اكتب حلمك على ورقه وارسم نفسك على الفوتوشوب مثلا، بعد ما توصل للهدف بتاعك شكلك هيبقى عامل ازاي، وعلق الحاجات دي على حيطه كده في اوضه نومك او في المكتب بتاعك او في اكتر مكان انت بتبقى متواجد فيه، عشان كل ما تنسى حلمك تفتكر، كل ما تنسى تفتكر. طبعا بعد ما تخيلت الهدف بتاعك وتخيلت النهاية هتكون ازاي، ناقص دلوقتي تحط حاجة اسمها الميشن ستيتمنت او الخطوات اللي هتوصلك للهدف ده. طبعا العادات السبعة كلها مرتبطة ببعض، يعني لو فاكرين العادة الاولى اللي هي انت المبرمج بتاع حياتك وانت المتحكم في حياتك، فانت اثناء تحقيق الهدف بتاعك وتنفيذ الخطوات اللي هتوصلك للهدف لو حصل عقبة معينة هتبعدك عن الحلم بتاعك، تركيزك على النهاية اللي في ذهنك هي اللي هتخليك تغير اتجاهك على طول للاتجاه اللي انت عايز توصل. زي محمد صلاح كده من كام سنة تقريبا كلمه احسن مدرب في العالم وقال انا عايزك تبقى موجود معايا في تشيلسي، وفعلا محمد صلاح راح لتشيلسي، ودي ممكن تبقى النهاية اللي اي حد ممكن يحلم بيها انه يوصل لنادي من احسن اندية العالم زي النادي ده. محمد صلاح راح النادي لقى نفسه قاعد على الدكة ولقى نفسه مش ده الهدف اللي هو عايز يوصله، فبدأ يغير مساره وراح لنادي اقل بكتير جدا من النادي اللي كان فيه عشان بس يحقق الهدف اللي هو عايزه، وفعلا راح هناك واثبت وجوده وبدأت رحلة التصاعد ورحلة الصعود تاني، بس المرة دي اقوى بكتير جدا من المرة الاولى. ده كله عشان في نهاية في دماغه بيحلم بيها ونفسه يوصل لها. كده احنا العادة الاولى قلنا ان انت المتحكم في حياتك، العادة التانية ان انت بتحط برنامج حياتك، العادة التالتة اللي هي التنفيذ. استنونا ان شاء الله في العادة التالتة وازاي تنفذ البرنامج ده. استنونا.